نفهم أسرار الكون ونكتشف العالم الخارجي ونتفكر في آيات الله الكونية من خلال النشرة الفلكية. مستمعينا الكرام، آيات الله تعالى في كونه كثيرة، وآلاؤه في مخلوقاته جليلة، أصغر ما فيها عظيم، وأقل ما خلق الله تعالى يعجز البشر عن الإتيان بمثله ولو اجتمعوا عليه. والمتأمل في الكون مستمعينا الكرام يلاحظ هذا النظام العجيب والاتزان المهيب، بل والجمال الأخاذ الذي إن قدر له النطق لقال ما أعظم الخالق تبارك اسمه، أحسن الخالقين تبارك وتعالى. في فقرة النشرة الفلكية نشرف مستمعينا الكرام بضيفنا الكريم سعادة الشيخ سلمان بن جبر الثاني، رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ سلمان. يا مرحبتين، الله يحييكم. الله يسلمك. وحديثنا عن الجمال أبو محمد، يعني غردت قبل قليل، قبل ساعة من الآن، ب صورة جميلة للعنقود المجري. حدثنا بداية ماذا نعني بالعنقود المجري، ولماذا اخترت تحديدا هذه الصورة الجميلة الأخاذة؟ بالنسبة للعنقود المجري، العنقود المجري هو شبيه بعنقود العنب. احنا لما نتخيل شكل عنقود العنب كيف هو يتدلى وفي حبات العنب، في الفلك يسمى العنقود، عندك العنقود المجري والعنقود النجمي، فتكون في كثافة من النجوم نراها. طبعا هذه النجوم أو هذه المجرات اللي نراها قد لا تكون قريبة من بعضها البعض، يعني ممكن بين واحدة والثانية الله أعلم ملايين السنوات الضوئية، ولكن ظاهريا بالنسبة لنا من على الأرض وعبر التلسكوبات نراها بهذا الشكل. فلهذا السبب أطلق عليها اسم العنقود، حتى تقرب إلى ذهن اللي يتابع الأحداث الفلكية وهذه كلها بالكامل. هذا ولا بالنسبة للعنقود، طبعا العنقود المجري عادة هو يحتوي على عدد كبير من المجرات، وأجمل العناقيد المجرية اللي ذكرت كثيرا اللي هو عنقود هرقل، وهذا يتبع كوكبة هرقل اللي نراه الآن في قلب السماء. في بعد ساعات المساء تكون الكوكبة في قلب السماء، ولكن لا يمكننا رؤية العنقود هذا بالعين، لأن لو حاولنا بنشوفها كنجم فقط لا غير، إلا بتلسكوبات تكون يعني للمتقدمين في مجال علم الفلك، مش شرط المحترفين جدا ولكن المتقدمين. ويوجد فيه تقريبا مبدئيا حوالي 300 مجرة في هذا العنقود، ولكن إذا تابعت التغريدة، تابعتها بتغريدة ثانية أنا بعدها بدقائق، حطيت صورة اللي هي جمعت العنقود النجمي، العنقود المجري هذا، زائد صور مأخوذة من التلسكوبات الراديوية والإكس راي، فيظهر لك كمية النجوم اللي احنا ما نشوفها في الصورة الأولية ولكنها موجودة في الصورة الثانية. كثافة رهيبة جدا، منظرها جميل جدا، فحبيت أنا يعني أظهر للناس جمال هذا العنقود بقدر المستطاع. والله وأنا أتمنى أن لا يفوت المستمع الكريم رؤية هذه الصور عبر حسابك في تويتر. جميلة جدا. لو تعطينا أبرز الأحداث الفلكية متوقع حدوثها بمشيئة الله تعالى خلال الأسبوع هذا إن شاء الله الجاي. بإذن الله تعالى خلال الأسبوع هذا طبعا عندنا، نبدأ من يوم الثلاثاء، عندنا كوكب عطارد بيكون في ما يسمى الاستطالة العظمى، فهو بيكون في أبعد ما يمكن أن يكون بالنسبة للشمس، فبيشرق قبل الشمس بأقصى مدة زمنية بحيث أنه بإمكاننا أن نراه، ولكن حتى يعني نشوفه لابد أن نتابع السماء قبل يعني من بعد صلاة الفجر مباشرة، ونبدأ نشوفه مثل النجم يشرق. بيكون في صعوبة لأن الآن هو الآن وصل في مرحلة مثل، شفت لما نوصف القمر بالتربيع الأول، الآن كوكب عطارد في مثل التربيع الأول، فيحتاج بعض من التركيز حتى نتراه. في يوم 11 إن شاء الله اللي هو يوم الأربعاء بصادف الأول من طالع الغفر، والغفر هو طالع، هو نجم من نجوم كوكبة العذراء، والغفر تعني طرف الثوب. فلو تخيلنا صورة كوكبة العذراء فتبين في طرف ثوبها اللي هو النجمين، فيسمى اللي هو طالع الغفر. وهذا طبعا نكون احنا بلغنا منتصف الوسمي، وبإذن الله تعالى كل ما يتبع من أمطار مثل ما قلنا في السابق إن شاء الله أنها خير وبركة، ونتوقع اليوم حتى في الأرصاد الجوية قالوا لنا في توقعات أمطار. يوم الأربعاء أيضا في ساعات المساء عندنا زخة شهب الثوريات الشمالية، الأسبوع اللي راح كانت الثوريات الجنوبية، أسبوع هذا الثوريات الشمالية، معدلها من 5 إلى 7 شهب. في الأسبوع الماضي عدد كذا عدد من الناس اتصلوا
وتحدثوا عن مشاهدة شهب، وهذه تكون من بعد ساعات المغرب حتى فجر اليوم الثاني، يعني من بعد ساعات مغرب الأربعاء حتى فجر الخميس، وقد تستمر إلى الجمعة. يعني لو حتى سهرت يوم الخميس في الليل بتشوف بعض من الشهب بإذن الله تعالى. في يوم السبت عندنا اقتران جميل جدا اللي هو القمر وكوكب الزهرة، بنشوفه في ساعات يوم الجمعة، بيكون عندنا اقتران القمر وكوكب الزهرة في ساعات الفجر بنشوفهم واضحين. ويوم السبت يتبعها أيضا اقتران القمر مع كوكب عطارد، اللي ما ثبت عطارد خلال اليومين الجايين يقدر يثبت على يوم السبت القادم، بحيث أنه بيشوف القمر وبيشوف كوكب عطارد إلى يمين القمر. فهذه بإذن الله تعالى يعني بتكون مؤشرات علامات اللي هي تسهل عليك، القمر بيسهل عليك تتعرف على الكواكب أيضا. ويوم السبت أيضا بيكون عندنا القمر في الحضيض، بيكون في أقرب نقطة من الأرض، بيكون 357 ألف كيلومتر بإذن الله تعالى إن شاء الله. بإذن الله. شكرا لك شيخ سلمان بن جبر الثاني، رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك، على هذه الإفادة وعلى هذا التنقل الجميل بين المعلومات. شكرا لك شيخ سلمان، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.